بسم الله الرحمن الرحيم. نحب نوجه رسالة لجماهير نادي الأهلي العريقة زعيم نادي في ليبيا. نحب نوجه رسالة أنني سألت باقي مع الفريق باقي في النادي للدفاع على ألوان نادي الأهلي إن شاء الله. نحب نوجه رسالة اللي سبب فتنة في بيننا وبين جمهور نادي الأهلي. نحب نقول لكم إن كنتم عارف ان كنتم حاسدين ان جمهور الاهلي في حب بيننا وجمهور نادي الاهلي في التواصل الاجتماعي. نحب نوجه رساله اني انا رفضت اكثر من عرض محلي وانتم تعرفوا الشيء هذا، ان النادي الجيران حطوا 750 الف دولار رفضت هذا، حطوا 7 مليون لينا موسم رفضت هذا. على كل حب لنادي الاهلي وتنزلت على كل شيء لخاطر نادي الاهلي، ما فيش حد يجي يقول لي مثلا اني سالته وما يحبش الاهلي ولا بيطلع، هذا كله كذب. بسمعش كلام هذا، انا باقي مع الفريق ان شاء الله الدفاع عن الالوان نادي الاهلي. نحب نوجه رساله ان بعون الله صلاح الطاهر جاهز ان شاء الله، علي سلامه جاهز بعون الله، وان شاء الله حتى ملعب طرابلس الدولي جاهز، وان شاء الله بعون الله تعالى حردوا الاعتبار بعون الله. وشكرا، بارك الله فيك.